والله اشتقنا للعمرة وأجواء مكة ودعوات المعتمرين والطائفين حول الكعبة. هانت وجانا الفرج بتطبيق اعتمرنا، وهو تطبيق أطلقته وزارة الحج والعمرة لتنظيم العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة من أجل وقاية ضيوف الرحمن من فيروس كورونا. فلو حبيت تعتمر أو تصلي في الحرم، سجل في تطبيق اعتمرنا واختر أحد الأوقات المتاحة، وهالخطوة تتطلب التسجيل في تطبيق توكلنا والسلامة من فيروس كوفيد 19. وبعد ما تاخذ التصريح تتوجه إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين المعلنة في مكة المكرمة، وتقدم تصريحك للموظف المسؤول في المركز، وتركب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين، ثم تروح للحرم وتقضي عبادتك. وبعد ما تنتهي ترجع لمراكز التجمع، ومسموح لك المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة، ولكن يجب الحصول على تصريح للصلاة في المسجد الحرام.